أعزائي مشاهدي التلفزيون العربي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم العربي الرياضي، ولقاء خاص من العاصمة اللبنانية بيروت، ولقاء من نوع خاص مع واحد من نجوم الوطن العربي ليهم صفات عدة، سواء كان كلاعب أو فنان أو طبعا معلم وفي نفس الوقت طبعا إعلامي كبير في الوطن العربي، الكابتن علي صفا. كابتن علي أهلا بك معنا. شكرا بك كابتن نادر، وأنا سعيد جدا بلقائك في بيروت، وبعد ما كنا نتابعك برضو شكرا في الملاعب العربية والعالمية، وتحية للمحطة ولجمهورها برضو. أشكرك كابتن. يعني أنا الحقيقة ذكرت في بداية كلامي تاريخ كبير جدا، بس يعني اختصرت البعض منه في بعض الكلمات، إنما أنهي صفة من الصفات تحب دايما أن أنت يطلق عليك؟ نعم، يعني الرياضي والإعلام الرياضي هو الأكبر، الصفة الأكبر، بعدين الانتقال مباشر إلى التمثيل وإلى التدريس، هدول يجوا بالتدرج، لكن كلاعب رياضي وإعلام رياضي وبعدين ممثل هما الصفة الأكثر. يعني أنت اديت الحقيقة رسالة وقدوة لكتير جدا من الأجيال في الوطن العربي، أنك أنت ممكن تكتشف قدرات كتيرة جدا فيك. البعض ممكن يفضل لاعب كورة يبتدي حياته وينهي حياته كلاعب كورة، ما يعملش حتى ولا تدريب ولا إعلام ولا أي شيء تاني، إنما أنت ما شاء الله يعني المجالات متعددة. يعني فرقت قد إيه معاك البداية كلاعب كورة؟ نعم، بداية لاعب كرة هو كان مخطط له في البداية، والتخصص الرياضي دبلوم تربية رياضية وتعليم برضو مخطط له، أما الأشياء الثانية فدخلت عبر الثقافة العامة اللي اكتسبتها من الرياضة ومن الجمهور كما حضرتك عارف، وبعدين دخلت مجال التمثيل وفيما بعد الإعلام في لندن أم بي سي 10 سنوات كمسؤول قسم رياضي، باللقاء مع زملاء أعزاء من مصر ومن العراق ومن سوريا وإلى آخره. دي كانت الصورة العامة. يعني بس يعني بدايتك كلاعب أكيد فرقت معاك أنت في صفاتك الشخصية، لأن زي ما كلنا عارفين وأنا عارف وكتير من المشاركين عارفين أن كرة القدم بتدي صفات معينة. يعني هل صفات كرة القدم استخدمتها أو استغلتها في حياتك المهنية؟ صحيح، الصفات الرياضية رائعة جدا بالعلاقات العامة وبالنفس الذاتية تبع اللاعب، وأعتقد الكابتن نادر هو أدرى بهذه الأمور للسنوات الطويلة. وبعدين في عملية خلينا نقول الشهرة الرياضية بتعطي مجال واسع جدا سواء في البلد أو في خارج البلد، إنما الشخص الرياضي هو بقى المثقف اللي يعرف يستعمل هذه الأمور كيف أو يكيفها كيف. أنا الحمد لله وعذرا من الأنا عرفت بنسبة عالية أن أكيف هذه الأمور في الأعمال العامة اللي خطها. يعني طب يعني هو الشيء مش الغريب، بس الشيء اللي هو اللي محتاج سؤال، يعني انك انت بديت كلاعب كوره وفي نفس الوقت كمان في نادي كبير زي نادي النجمه في لبنان ومنتخب لبنان، بس ما استمرتش في المجال الرياضي بصفاته المختلفه، يعني سواء كان مدرب اداري وهكذا، يعني اخذت اتجاه تاني تماما. نعم صحيح، تقاعدي من او اعتزالي لعبه الرياضه غصبا عني في سن 23 عشان صبت بكسر بالزبط في الكذا، ثم اتجهت بعدها بالصدفه الى التمثيل. اما العمليه الاداريه فكنت انا في الجهاز الفني قبل ان انتقل الى لندن، في الجهاز الفني لنادي النجمه ايام الكابتن المرحوم عصام بهيج، يوم اشرف على ذكرى طيبه وبخبرته الطيبه اشرف على نادي النجمه، فكنت معه انا بالجهاز الفني الى ان اتتني العرض الى الام بي سي. اما في لبنان بالنسبه للادارات الرياضيه فعذرا ان اقول لم اقتنع تماما بالادارات الرياضيه وخصوصا كره القدم في لبنان. هنتكلم فيها اكتر، بس هو النقطه كلها كابتن علي، يعني من الواضح انك انت ما شاء الله عرفت قدراتك من بدري، يعني انك انت كمان ما فضلتش في مجال واحد بس، يعني لعب كره وبعد كده شاركت في التمثيل وبعد كده في الاعلام الرياضي. يعني هو السؤال ليه ما بتفضلش فتره طويله في مجال واحد؟ الظروف هي اللي حكمت اولا، بعدين لقيت انه في المنافذ اللي لقيتها في الاعمال الثانيه سواء في التمثيل او كذا كانت في ظروف الحرب اللبنانيه كانت جيده جدا علشان اخرج فيها من الحرب المشؤومه اللي كانت موجوده، فذهبنا الى اليونان وسكننا هناك وشاركنا في التمثيل بشكل كبير. يعني بعد منها لما رأت في لبنان عدنا، ولكن الفرصة اللي اجت جيدة جدا مع الام بي سي العزيزة
كانت كثير جيدة واقتنعت فيها. رحت لهناك 10 سنوات، حسيت في أنه لازم نعطي في محطة عربية عالمية. الإعلام بشكل عام، يعني الإعلام الرياضي بشكل عام، دخولك فيه كان أهدافك إيه؟ هل بتوصل رسالة معينة؟ صح. تربية الأجيال، ده اللي أنا قصدي عليه. جود. رسالة الرياضة صحيح، والإعلام الرياضي مهم جدا لإيصال المفهوم الرياضي الحقيقي والصحيح، لأن المفهوم الرياضي مفهوم إنساني وشخصي وبرضه عالمي وفي ثقافة كتير عالية. فكدراستي كدبلوم تربية رياضية أعتقد أن ركزت عليها جدا في المجال الرياضي اللي خطه هناك. وكان العنوان الرئيسي، وده سؤال مهم جدا، العنوان الرئيسي هو تقديم الرياضة بأفضل وجوهها من الناحية العلمية والأدبية والرياضية ككل والعلاقات. يعني المجال الرياضي هو الذي يفتح علاقات رهيبة تقفلها الأمور الأخرى. صح. من سياسية ومن خلافات تانية. صح. وإلى آخره. فالحمد لله كنا يعني الهدف الرئيسي كان هو هذه الشعارات المهمة أو العناوين المهمة جدا. واستطعنا أن نجمع في الرياضة ما تفرقه الأمور الأخرى. هل أنت شايف إيه الفرق دلوقتي، يعني مع تطور كمان وسائل التواصل المجتمعي وكمان القنوات التلفزيونية، أنت شايف هل أضافت للإعلام الرياضي ولا قللت من الإعلام الرياضي؟ في محطات عربية كثيرة وعم بيهتموا بالرياضة، ما في شك، كثير كويس. لا أريد أن أكون قاسي جدا، في أشخاص مهمين ومميزين. وشكرا لكل من اللي عم بيفسح مجال للبرامج الرياضية في المحطات العربية، ولكن أدعو إلى الاختصاص والتمرس قبل الانتقال إلى تقديم برامج أو استلام برامج معينة. أقف شوية لو سمحت لي عند التعليق الرياضي في معظمه، في نقاط معينة يجب أن تكون مراقبة مضبوطة، وفي أيضا التحليل الرياضي كويس جدا في نجوم وحضرتك من بينهم وتعرف الموضوع، هذا شيء كثير مهم أن نستضيف النجوم العرب الموجودين. لكن التعليق الرياضي والتقديم أحيانا بعض البرامج في اللغة العربية في ضعف، في مصطلحات التعليق في ضعف، خليني أقولها، وهذه بدها كثير شروحات. أما الباقي فشكرا لهم، لأنهم عم بتيحوا للمشاهد العربي أن يتابع النشاطات العالمية، وهذا بشكل كثير كويس. يعني أنت شايف أني أضافت في جزء، وفي نفس الوقت لازم يكون فيها جودة في جزء آخر. صحيح، مظبوط. طب هل أنت شايف، إحنا بنتكلم بقى على لبنان، لبنان أنت شايف أن يعني ما عندهاش أو مش واخد حقها في الإعلام الرياضي، أو أنك أنت تتكلم على الألعاب المختلفة، أو تتكلم على المستوى، مستوى كرة القدم أو مستوى حتى كرة السلة أو غيرها من اللعبات في لبنان؟ نعم، مصر ولبنان حسب وعي الرياضي أنا من منتصف الستينات، مصر ولبنان كانوا هم الرواد في الصحافة الرياضية. لبنان كان فيه برضو نخبة معينة كتير جيدة، وإنما للأسف الشديد مع دخول الحرب المشؤومة ونزلت المستويات في بعض المختصين، ولكن في كتير دخول على الرياضة دون اختصاص. في المساحات الرياضية وفي الاهتمام الإعلام الرياضي في ضعف كبير من الإدارات الرسمية ومن الدولة والوزارات في المجال الرياضي، لأن في المناسبات التي تضيق على الشعب زي الحروب والدخول يبقى المتنفس العظيم هو الرياضة لهم، فلذلك الاهتمام يجب أن يكون مضاعف. لا، بكل صراحة عندنا في لبنان مش واخد حق الرياضة بهذا المجال. هل أنت شايف أن الحقوق دي مش متاخدة عشان ما فيش تطور في المستوى، أو أنك أنت مش شايف أن في بعض الفرق أو بعض اللاعبين ممكن يكون عندهم يعني مستوى عالي من الأداء، ممكن عشان كده الأضواء لم تسلط عليهم يعني؟ نعم، عندنا خامات ممتازة وعندنا طقس ممتاز وعندنا ملاعب، إنما الإدارة والتخطيط للمدى البعيد شوية صغيرة ما فيش أبدا، ولذلك تتلخبط الأمور ما بين هل هي هواية أو رايحين لازم تروحوا للاحتراف أو نصف هواية أو إيه. ما زلنا في مرحلة التخبط في هذه النواحي. وبرضو خلينا نفوت في النواحي المادية المالية، الرياضة عاوزها ميزانيات مخصصة مش عم تعطى حقوقها لا في الإدارات ولا في الميزانيات برضه. ما زلنا متواصلين مع كابتن علي صفا، خليكم معنا بعد الفصل.
اهلا بكم معانا اعزائي المشاهدين، ما زلنا متواصلين معاكم في لقائنا الخاص مع كابتن علي صفا من بيروت. كابتن علي، يمكن اتكلمنا في مواضيع كتيره، بس انا عايز اكمل معاك موضوع الرساله الاعلاميه. وليك تصريح مهم جدا انك انت كنت واحد من مكتشفي نسيم حميد البطل العالمي، بطل الملاكمه. يعني ما هي دي نوع من انواع الرسائل اللي هي بيكون دايما الناس تكون حريصه عليها. يعني ازاي جت معك كابتن؟ صح، في الاسبوع الاول من ذهابي الى لندن، بس بين هلالين انا مارست الرياضه 6 اشهر الملاكمه فعلا، لكن المدرب كمان يعني يعني ما شاء الله لاعب كره واعلامي وممثل ومارست كمان الملاكمه. خيرني يومها المدرب، كنت في الصف الثاني يعني لسه ناشئين، خير المدرب بين الملاكمه وبين الكذا، قلت له لا الكره وسبت الملاكمه. لما رحت على لندن وانا في الاوتيل فبحضر نزال، بيقول المعلق فيه الناصر، بيقول البرنس نسيم حميد. قلت انا ده ملاكم عربي، خليني اتابعه اشوف. فلقيته عنده ميزه مهمه جدا. لما بدأنا البرامج في الام بي سي، فقلت لأحد الزملاء الأعزاء إنه إحنا لازم نروح دلوقتي، هو بيعلق ملاكمة في البي إن فارس زكي، فقلت له لازم نتبنى هذا الملاكم العربي، بعدين له مستقبل رهيب. دي كان عمره 16 سنة هو. فرحنا فعلا على شيفيلد وعملنا تقرير عليه وعلى عائلته المهاجرة من اليمن الكريم، من اليمن العزيز، مهاجرة هي في الستينات. وبعدين استمرنا معه وعملنا له برنامج خاص نصف ساعة وأنا كنت بعلق عليه، واستمرنا معه لغاية ما صار بطل العالم، وهذه كانت سعادة رهيبة. يعني 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 من الواضح أنك أنت اكتشفتوه من بدري. بدري جدا، لأنه ما كان معروف حتى في العالم العربي، يعني آسف حتى في اليمن ما كان معروف. بعدين لما ظهر في اليمن كانت تجينا اتصالات، أرجوكم أعطونا دقيقة بس من الملاكمة بتاعته ومتى نسيم وعن أخباره وعن وعن إلى آخره. هل وقتها بقى يعني إحساسك الإعلامي ولا حسك الإعلامي ولا نظرتك الرياضية في أنك أنت فهمت أو تفهمت أنه عنده إمكانيات كبيرة؟ صحيح، ممارسة الملاكمة شوية، وبعدين حتى كمشاهد متخصص في الرياضة الملاكم ده عظيم ممكن يوصل. على فكرة استضفته بعد ما شفته، استضفته في فترة في الام بي سي برضو هناك، وكان في تعليق وقلت له شو تطلعاتك يا نسيم لقدام؟ فقال لي انا بدي اعمل بطل عالم. فعلا لسه هو عنده 16 ونص تقريبا بعد ما وصل ل 17 في هذه المقابله. وقلت له مين مثلك الاعلى؟ قال لي محمد علي. قلت له طيب من الناحيه الماديه بتنظر؟ قال لي في لغه عربيه مكسره هي اوكي I will get 40 مليون باوند. انا ابتسمت قلت له ان شاء الله. فعلا هو وصل الى العالميه وقدر يجمع 40 مليون فعلا، فكان رهيب بالإرادة بتاعته، كان رهيب. بس ده يبين لك كابتن ان دايما اللاعب او الانسان ان هو لو فعلا مؤمن بذاته ومؤمن ان هو يقدر يعمل وشاف امكانياته يقدر يوصل. نعم، الإرادة، شكرا لهذا التركيز، الإرادة وطريقة التخطيط والاستمرارية في هذا يستطيع بجزء كبير منها ان يصل. وكل القصة عاوزة إدارة، إذا كان في فريق أو إذا كان فردي، لكن فردية الإدارة من هي؟ إدارته، نسيم كان عنده إدارة كتير جيدة، صحيح؟ بعدين غيرها ولكن إدارته هي. هل يعني إدارته أنت قصدك إدارته لنفسه ولا إدارته الإدارة اللي كانت حواليه؟ إدارته أو المدرب هو تلتين عالم نفس، المدرب الملاكمة استطاع أن يضبط برضه نسيم ويديره من الناحية النفسية، من الناحية السلوكية، ومن الناحية المهاراتية بتاعت الملاكمة. بعدين دخلوا إخواته اثنين في الإدارة المالية عنده، فكانت المجموع العام هي تؤهله إلى أن يصل. في نقطة مهمة جدا، أن قوة نسيم تعادل حسب ما قيل لنا يعني 3 أضعاف القوة المفترض أن تكون عنده، لأن هو وزنه كان 62 كيلو بالضبط، فالضربة بتاعته كان يصيب فيها، كان على طول نوك أوت يصيب. لذلك كانت هي قوية جدا، تعادل 3 أضعاف وزنه وقوته المفترض أن تكون في وزنه. فعلشان هيك عطته هذه كتير أدفانتج. بس خلينا برضو أتكلم عليه برضو على الموقف ده أو التجربة دي، يعني إزاي اكتشف نفسه؟ يعني أنا برضو عايز أخد من حديثك إن المشكلة كلها زي ما ذكرت وقلت كابتن مشكلة إدارة، وإزاي إنك أنت تكتشف قدراتك. حلو جدا، هو نزل كتاب وأنا كنت في مقابلات مع مدربه الأول، صدفة رهيبة. مدربه الأول كان في سيارته ورايح للنادي بتاع الملاكمة، بيتوقف وبيشوف فيه أولاد على الرصيف بيتخانقوا مع بعض.
فلقى هو ثلاث اولاد وواحد نازل فيهم ضرب. با 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 فلفت نظره وده وكمل طريقه. بعد فتره بيدخل راجل كبير ومعاه ابنه على نادي الملاكمه وبيقول له انا عاوز ادرب ابني ملاكمه عندكم. فسالوا كم سؤال واكتشف المدرب انه هو الولد اللي شافه على الرصيف هو ذاته نسيم. دي ما بيعرفها الجمهور طبعا بس دي خاصه يعني بالاشياء الخاصه حلوه جدا. ده اللي خلاك انك انت في المراحل الاخيره كابتن انك انت تهتم بالتربيه والتدريس وفي نفس الوقت اصدار الكتب للافاده بها. بالضبط. يعني هو دوري انا لما رجعت على بيروت لهون فتحنا مكتب معين ل فن الأداء بتاع الإذاعة والتلفزيون ولقيت أنه مهم جدا الأداء بمعناه العام، يعني كيف نقدم البرامج، كيف نقدم حتى اللغة، كيف نقدم آداب الرياضة أو الإعلام بشكل عام. فبالنهاية بعد مجال أكثر من 35 سنة أو أكثر في مجال بينتهي لازم أو الأفضل أن ينتقل الإنسان إلى عملية ما عنده من معلومات بشكل ما إلى الآخرين. فالآن يعني من حسن حظي وسروري أن في عدد كثير من التلاميذ موجودين في محطات عربية ومحطات لبنانية. ما شاء الله. فأنا كثير أصر فيه. هل كابتن يعني أنتوا طب إزاي بتتغلب على مشكلة الإعلان مش الإعلام؟ لأن دلوقتي في كثير من الأوقات الإعلان هو اللي بيقود المنظومة الإعلامية في بعض الدول يعني. أو في بعض البرامج حتى. بالضبط. مهم جدا هذا الكلام، الفرق بين الإعلام والإعلان أن بالإعلام أيضا في إعلان، عندما تتحكم الإعلانات أو العلاقات الخاصة عندما تتحكم بالإعلام يتحول الأمر الإعلامي إلى إعلان بالزبط. معين، ولكن ما في شك أن نحافظ على مبادئ الإعلام في الأول. بالزبط. لا ما فيش محافظة دلوقتي، ما هو المشكلة أن ما فيش محافظة، يعني كتير من الناس أن هم بينفذوا السياسة الإعلانية حتى لو كان مستوى المهني زي ما ذكرت وقلت مستوى الإعلامي كمان ضعيف، يعني حتى في 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 اللغة، في في أسلوب الحديث، في تناول المواضيع يعني. صحيح. مساحة الحرية تقف عند عملية المال وعملية العملية الاقتصادية. ما في شك أن لما يدخل واحد محطة معينة عنده توجهات معينة بالعلاقات سواء بالسياسة أو بالاقتصاد أو بمراعاة جمهورها، وحضرتك عارف هذا، ولكن هناك دائما مساحة بتضل للإعلام بشكل حر لا تتعدى على الضوابط الثانية، فدي يجب أن تضبط. يعني نقطة بس سريعة، يعني بنحاول كثير إحنا نعمل عواطف بالتعليق الرياضي إلى فريق بلدنا، طبعا نتمنى له الفوز، بس في عواطف كثيرة، ميول خاصة وميول مرات عدائية للطرف الآخر، هذا خارج إطار الرياضة. وبعدين ندخل المشيئة الإلهية في أمنياتنا مع الاحترام لقضايا، مثلا إن شاء الله اليوم ربنا وفقنا ما وفق التانيين ربنا. صح. دي كلمات خطيرة. هو كلمات صح. خطيرة صح. جدا فعلا. فأنا دائما بعطي الطلاب الأعزاء لا تستعملوا أبدا هذه المشيئة في احكوا رياضة فقط، تحليل فقط، لأنه الدخول فيها صعب جدا. وانتبهوا ما تستخدموا الميول والعواطف كثير، لأن فريقنا حيربح وحيكسب بعد شوية، نحن نخسر 4-5 حيبقى المعلق إيه شكله يعني. صح. فلذلك ندخل 90% رياضة وإعلام وشوية هيك 10% شوية تلوين يعني. هي المشكلة زي ما ذكرت وقلت كابتن إن الناس بتلعب على وتر الوطنية، وتر العروبة، وتر أين كان الأوتار يعني، إنما بيلعب على وتر معين، وده في حد ذاته بيكون في بعض الأوقات شيء سلبي يعني. بس إزاي إنك أنت بتقاوم الكلام ده مع الطلاب اللي أنت بتدرس لهم؟ بيتقبلوا جدا بالمنطق، علشان أنا بشرح لهم ليش، فبنوصل إلى منطق معين بيقتنعوا فيه. وأكثر شيء بركز على أنه الوطنية بتاعتك أنت الإعلامية، الوطنية الإعلامية أولا وشخصيتك أولا أنت كإعلامي والحفاظ، عندما تقول حقائق معينة أن الفريق اللي جاي هو أقوى منا مبدئيا، والفريق نحن يعني إن شاء الله يعني ممكن نحقق معه، إذا حققنا معه نتيجة كذا ماشي الحال، بتكون حطيته قدام وقائع
وواقع حقيقي. بس ان نضحك او نتحايل او تحت ستار الشعور الوطني ده مش وطني، ما بيكون وطني. المهم الحفاظ على الواقعيه الرياضيه وعلى الشخصيه بتاعت الاعلامي. حضرتك يعني انا وياك لما بدنا نحضر شخص معين ممكن تقول ده الله يستر، وممكن تقول لا خلينا نقول يا اخي ده، خلينا نقول لحد ثاني. يعني انا في اوقات عذرا من الجمله بنقول الى محطه فرنسيه او انجليزيه وبشيل محطه عربيه احيانا يعني، عشان بيصير في ازعاج اضافه الى التعليق بيخرج عن اطار التعليق الرياضي. يعني واحد بيسال مسؤول بيقول له ليه خسرت اليوم؟ بيقول له ربنا ما وفقناش. طب ليه يعني وفق الثاني؟ بالضبط يعني وفق الفريق. طب ليه يوفق؟ ليه دخلت ربنا في الموضوع؟ صح. بالنتيجه مظبوط في الموضوع. مظبوط دي مشكله كبيره. مظبوط. طب كابتن علي يعني ممكن الحديث معك شيق بس يعني الوقت بيمر سريعا، انما الرياضه اللبنانيه يعني كلنا كعرب بنفتخر بعربيتنا بعربتنا وبنفتخر بكل البلاد العربيه، بس الحقيقه الرياضه اللبنانيه ما زالت بعيده عن المنافسه سواء كان في الالعاب الجماعيه او في بعض الاوقات في الالعاب الفرديه. نعم في الباسكتبول حققت لبنان عندما كان في تمويل جيد وفي تخطيط لكم سنة وصل منتخب لبنان مرتين إلى العالمية. تمام. والآن يعاد تخطيط يستطيع أن يصل. إذن عندنا كفاءة. طب وكرة القدم؟ كرة اللي هي اللعبة الشعبية الأولى. كابتن نادر كلما كبرت عندنا اللعبة وكبر لاعبيها كلما نحن فشلنا. كابتن علي صفا اشكرك شكرا جزيلا. الحقيقه يعني الحديث زي ما انا قلت وذكرت الحديث شائك معاك بس الوقت بيمر بسرعه، اكيد هيكون لنا لقاءات تانية في على شاشه التلفزيون العربي او في برنامج العرب والرياضه. اشكرك. انا بشكرك جدا وبشكر المحطه التي تضم شخصيات زيك. اشكرك كابتن. ونلتقي ان شاء الله سواء في لبنان او في لندن او في اي مكان اخر ان شاء الله. تنورنا دائما كابتن علي. اشكرك شكرا جزيلا. وبكده الحقيقه بعد الحديث الشيق مع الكابتن علي صفا وكلمنا في امور كثيره جدا زي ما حضراتكم تابعتوا، نرجو زي ما بنقول دايما ان احنا نوصل الرساله من الشخصيات المؤثره في الوطن العربي. اشكركم جدا على متابعتكم والى لقاء اخر.